نقول له مثلا مش عايزين المادة ده كله، فممكن نبتدي من حتة واطية. عايزين بقى نتكلم على Subtractive Synthesizer، ونصيحتي ليك برضو ان انت لما تيجي تخش الموضوع بتاع Synthesis ده حاول تذاكر Synthesizer واحد بس الاول، وياريت يكون حاجة يبقى فيها حاجات كتير. يعني Synthesizer انا هبتدي اشرح عليه دلوقتي اسمه Serum، وSerum ده مستو انه في كل حاجة، في FM وفي Wavetable وفي Synthesizer عادي وفي كذا Oscillator وفي Effectات، في كل حاجة، فممكن نعمل بيه كل اي حاجة في الدنيا، ممكن نعمل بيه اصوات كتير قوي، هو Synthesizer شامل قوي يعني. وبعد كده حاول تشوف Synthesizer التانية بتقول ايه، هي هتلاقي نفس الفكرة بالظبط، بس هتلاقي كل حاجة موجودة في حتة شكل يعني. وهتلاقي طبعا ان سينثسايزرز الديجيتال يا اما حاجه جديده خالص زي سيرم، يعني ده مش بيقلد حاجه، يا اما سينثسايزر بيحاول يحاكي او بيموديل سينثسايزر قديم كان موجود هاردوير كلاسيك، فطبعا انترفيس بيبقى شبه السينثسايزر القديم بالظبط. فالسينثسايزرز الهاردوير علشان ما كانش فيه يعني، كان كل حاجه لازم يبقى ليها كومبوننت ولازم تبقى واضحه ولازم يبقى ليها زرار والكلام ده كله، فساعات بيبقى فيه موضوع بيبقى صعب شويه ان انت تتعلم كل حاجه فين، لان كنت لازم مثلا يعني ممكن تلاقي زرار واحد بيعمل خمس حاجات، لان طبعا هو في سبيس محدده ما نقدرش نكبر عنها، فتلاقي مثلا تدوس على الزرار ده مرتين يعمل حاجة، تدوس عليه دوسة كبيرة يعمل حاجة تانية، قصة كده رخمة وتاخد وقت كتير عقبال ما تتعلمها. فحاول عشان تفهم سينثيسيز الأول تعلم على سينثايزر ديجيتال الأول عادي، يبقى جرافيكال، يبقى الحاجة واضحة قدامك الصوت شايفه حتى كمان، وبعد كده تبتدي تذاكر سينثايزر بعينه، شوف بقى سينثايزر ده بيشتغل ازاي، لكن انت هتبقى اوريدي خلاص عارف يعني ايه سينثايزر اصلا. السينثايزر اللي هشرح عليه النهارده هو اسمه سيرم، زي ما قلت سينثايزر جميل جدا. تعال نشوف اوفر فيو كده للسينثايزر عموما ونفهم بس اللي اوت بتاعه ده عباره عن ايه. هنلاقي ان حاجه اسمها او اس سي اي، او اس سي بي اللي هو اوسيليتور A اوسيليتور B، معناه ان السينثايزر ده فيه تو اوسيليتورز، بيديك الصوتين ممكن تلعبهم مع بعض، ممكن تشتغل بواحد بس ممكن تشتغل بالاثنين تحر. وفي حاجه اسمها سب اوسيليتور اللي هو بيبقى عباره عن اوسيليتور معمول دايما بيبقى للبيز او للسب علشان يديك لاير للصوت اللي انت عامله، يديك لاير اضافي بويف شيب معينه هنتكلم فيه برضو، وما بيدكش اوبشنز كتير قوي لان ده يعني زي ما تقول كده فوق البيعه كده، بيبقى مثلا فيه الاوكتيف، عايز الاوكتيف بتاعه كام، عايز البان بتاعه يمين ولا شمال، عايز الليفل بتاعه كام والكلام ده كله. وفي حاجه اسمها نويز اوسيليتور، وده عباره عن يعني اوسيليتور عامل زي الصب بالظبط، الاوبشنز بتاعته مش كتير قوي، بس هو يقدر برضو يتحط على فلتر ويقدر يتراك الكيبورد بتاعك في الفيلوستي، وهنتكلم في ده برضو. والنويز برضو كان بيستخدم برضو زمان جدا، ان هما بيستخدموا النويز ان هما يحاكوا اصوات برضو كانت موجوده في الطبيعه، يعني مثلا عشان اعمل سنير ساوند يبقى صوتها مقنع ويبقى شبه الحقيقي، غالبا الناس بتاعه زمان كانت تاخد لما بتيجي تشتغل بهاردوير لو عايز تعمل صوت سنير بتحط مثلا معاها نويز باتاك عالي قوي وريليس واطي، بحيث يعمل صوت شبه الصوت اللي بيطلع من السنير، هو فيه شويه نويز يعني، فبيعمل بصوت زي النويز ده عشان يديله اتاك كده او يديله حاجه صوتها يوش كده خفيف كده، فيدي كاركتر وطعم للصوت. فهو برضو مدينا نويز اوسيليتور. والميزه في سيرم النويز اوسيليتور ده مش نويز بس، هو احنا ممكن ندخل فيه اي ويف فورم، يعني ممكن ادخل فيه صوت، ممكن ادخل فيه صوتي عادي واعتبره ده اوسيليتور اضافي يعني، يعني تلاقي صوتي طالع جوه سينثايزر عادي، بس طبعا مش هفضل اغني يعني، هو بيبقى حته صغيره كده سكند كده ولا ملي سكند يستخدم فيها حاجه يعني من الصوت نفسها. وفي ناس بتعمل بيه حاجات برضو كرياتيف جدا، وفي ناس برضو بالذات على سيرم ان هي بتبدا تاخد صوت الاوسيليتور بتاع سينثايزرز اوريدي حلوه جدا مشهوره جدا زي الجونو زي الجوبيتر زي الحاجات دي كلها، هنتكلم برضو في الحاجات دي، وتاخد الصوت الاساسي بتاع الاوسيليتور وبتاخد طعمه نفسه وبتحاول تجنريت منه الطعم بتاع السينثايزر الفلاني يعني. وبعد كده هنا عندنا الفلتر، وده اهم حاجه في السبتراكتيف سينثايزر عموما، ان هو غالبا بيعدي على فلتر. والفلاتر، في فلاتر ان ليها انواع كتير قوي، في فلاتر اللي هي بتبقى بيسكلي اي كيو، بتشيل مثلا الهايز كده تحكم في الكات اوف اللي هو انت عايز تبتدي تنهي الهايز من انهي حته بالظبط، عايز خلي البيس بس هو اللي تلعب، عايز في النص، عايز في الاخر وهكذا. وبتتحكم في حاجه اسمها ريزونانس اللي هو لو انت عايز تعمل ريزونيت النقطه بتاعه الالتقاء ما بين الفلتر ما بين ما هو بيكات اوت وما بين هو بيبتدي ازاي، فبتبدا تعمل زي بيك كده، فالبيك دي بتتسمى ريزونانس، ان هي بتبتدي تخلي النوته دي بروميننت قوي او تخلي الفريكوانسي دي واضحه قوي. وفي ان انت ممكن تعمل بان للفلتر نفسه ما ملوش استخدام قوي، وممكن تحاول تامبليفاي السيجنال، هو حاطط لك ان انت لو السيجنال عمل او انت شلت منها حاجات كتير ممكن السيجنال تضعف، فساعتها ممكن. وهنا الفات ده برضو هو بيحاولوا بيسامبلوا الاصوات الانالوج عموما بتبقى صوتها تخين جدا وصوتها قوي جدا، مسمين هنا نوب اسمه فات اللي هو تخين يعني، ده اعتقد موديل برضو حوالين برضو السنسور زي موج وكده لان صوتها قوي جدا. ونوعين من انواع الامبليفيكيشن يعني درايف والفات ده في ميكس طبعا. وهنا الايه ده معناه ان هو ده
شغال على اوسيليتور A، B شغال على اوسيليتور B، او الاثنين كده الاثنين مع بعض شغالين، وده ال N اللي هو النويز والصب، ان انت ممكن كل دول يروحوا على الفلتر وممكن واحد بس يروح. ده اللي بيخلي السنسايزر حلو، ان انت عندك بارامترز ممكن ما تبانش كتير، بس الاوبشنز ان انت تطلع صوت يعني مختلف كل شويه بيبقى كتير، لان انت ممكن كل بارامتر لو اتغير كل شويه تطلع صوت توتالي نيو. يعني نيجي هنا بقى هنشوف حاجه اسمها مود، دي موديليتورز لو انت عايز تموديليت حاجه معينه هنتكلم فيها، ودي حاطط لك هو هنا 3 انفلوب وانت ممكن تزودهم، يعني ممكن انت في شورت كات كده ممكن تزود الانفلوبس وممكن تزود الالف اوز برضه لو احتجت يعني، بس غالبا مش هتحتاج الا بتعمل حاجه كومبلكس قوي. والانفلوب ده عباره عن اي دي اس ار اللي احنا اتكلمنا فيه اللي هو اتاك ديكي سستين ريليس. الهولد ده بيعمل حاجه معينه ليها افكت نوعا ما في بعض الاصوات وبعض الاصوات لا يعني، بس هو اللي هتلاقيه اكتر في اي سنتسايزر اللي هو الاتاك والديكي سستين ريليس، دول كفايه ان هم يطلعوا لك الصوت اللي انت عايزه. فهو انا الشكل ده عباره عن الصوت بيبتدي انت انا عملت كده اهو، هنلاحظ ان الصوت خد وقت خفيف كده عقبال ما ابتدى يكتمل خالص. لو عملنا كده اهو فهو الصوت خد، وهنا مكتوب ان الصوت بياخد ثانيه عقبال ما يكتمل، بيبتدي من ديد خالص من زيرو لحد لما يوصل، بعد ثانيه يوصل الصوت في الاخر يبتدي يكتمل. وبعد كده لما بنخلي السستين يبقى على زيرو اللي هو اخر حاجه، دي معناها ان الصوت مش هيروح غير لما انا اشيل صباعي من على الكيبورد. والريليس هو بيديترمن بعد لما اشيل صباعي بقى الصوت يفضل مستمر قد ايه. فهنا في الحاله دي مستمر لمده نص ثانيه، فممكن اخليه مثلا ثانيتين. في الاصوات البادز بتتعمل كده، يعني كده بقى معانا صوت باد. بكل بساطه هو ده صوت الباد، تمام. طبعا الناس بتعمل بقى في حاجات كتير علشان يخلي الصوت حلو، بس هو ده بكل اختصار هو الانفلوب. بعد كده عندنا حاجه اسمها الاف او. الاف او اختصار لو فريكوانسي اوسيليتور. يعني ايه لو فريكوانسي اوسيليتور؟ حاولت افكر زمان ايام الهاردوير لما كان كل حاجه كهرباء وعلب وحاجات زي كده، ان احنا لو عايزين نخلي صوت يتحرك او نخلي بارامتر معين من اللي عندنا ده، زي مثلا الديتيون. الديتيون ده احنا زي ما اتفقنا ان الصوت كله تمبرد، معناه ان هو مظبوط على 440 زي البيانو زي اي آلة في الدنيا، فبس احنا ممكن نغير التيونينج مش لازم نلتزم كده يعني. فاحنا هنفترض ان احنا لو عندنا يونيسون فويس، ودي هنتكلم فيها بعدين، لو احنا شغلنا الاوسيليتور ده ممكن نكرره كذا مره، ممكن يشتغل كذا مره في نفس الوقت. فعشان يشتغل كذا مره في نفس الوقت لازم احدد للبرنامج نفسه الصوت ده عايزهم يبقوا هما الاثنين تيوند 100% زي بعض، ولا عايزينهم يختلفوا. طب ليه نخليهم يختلفوا اصلا؟ لو اختلفوا شويه صغيرين هحس بستي ويث، يعني دي حاجه اسمها سايك اكوستيك افكت. لما يبقى في صوتين شبه بعض قوي اولموست ايدنتيكال يعني، بس في واحد فيهم سلايتلي ديتيوند عن التاني، على طول احس بعرض في ودني، احس ان الصوت جاي من كل حته من يمين والشمال، صوت مفروض على السماعتين. يعني لو عملت مثلا الديتيون خليته زيرو الصوت ستيريو كل حاجه، ما انا قدامي سماعتين مفيش مشكله، بس لو عملت ديتيون هتلاحظ ان الصوت عرض شويه وبقى اعرض، تحس ان الصوت ده بقى فعلا صوت ستيريو، لان الصوت عباره عن اتقسم اتنين او بقى فيه صوتين واللي هما الاثنين شغالين، بس هما الاثنين سلايتلي ديتيوند عن بعض. لو خليناهم مثلا 5 فويسز ميزتها ان هو بيدينا ان في واحد بقى مش ايفن زي ما انتم شايفين دلوقتي كده، بقى في واحد صوت كده في النص اللي هو الاصفر ده اللي هو الصوت الاولاني، وفي اثنين يمين واثنين شمال، دول 5 فويسز بقى، فمعنا واحد في الميدل. لو شغلناهم مع بعض نلاقي الصوت كبر بس مش عريض، عشان نخليه عريض لازم نفرقهم عن بعض شويه، نفرق الاربعه الاضافيين اللي احنا حطيناهم كده، مش عريض كده عريض. طب نرجع بقى لموضوعنا، ان دي احنا كده سبقنا اللي احنا عايزين نتكلم فيه، بس انا كنت لازم اوريكم ان في حاجه اسمها ان ممكن ان احنا نغير بارامترز معينه، او ممكن موديليت بارامتر معين. وانا قاعد شغال، انا لو انا سجلت حاجه ميدي دلوقتي انا مش هخش بالماوس واقعد اعمل كده، لو انا عايز اعمل افرض مثلا عايز اعمل كده، طبعا مش لازم يبقى بالهبل ده يعني، بس يعني ممكن حاجه بسيطه عشان يديه صوت مثلا انترستنج شويه، فانا مش هعمل كده بالماوس ولا الجهاز اللي قدامي اللي عمله الشخص اللي عمله في الثمانينات، هيبقى في حاجه في نوب كده لوحده يقعد يتحرك، موتور كده يتحرك لوحده، ما كانش في الكلام ده، فالكلام ده ما ينفعش. فلازم يبقى في فكره تخلي ان احنا نخلي السنسايزر ده يحاول ياخد بارامتر معين او يروح لبارامتر معين ويخليه ان هو يروح ويجي بسرعه معينه. ده بكل بساطه الاف او. فتعمل ازاي بقى؟ هنشوف دلوقتي مثلا احنا اتفقنا لو جبنا كده مثلا هنرسم شويه،
احنا اتفقنا ان الاوسيليتور ده اي اوسيليتور في الدنيا هو عباره عن ديفايس بيطلع فريكوانسي تقاس طبعا بالهرتز كيلو هرتز او هرتز. فالهرتز دي لو هي رشقت على حاجه تمبرد لو هي راحت مثلا 440 فهتدينا نوته موسيقيه اللي هي الاي نوت بالانجليزي اللي هي 440 دي. فمعنى كلمه 440 دي معناها ان الصوت ده بيتردد 440 مره في الثانيه. ففكره اللي فوق جت منين اللي هي اللو فريكوانسي لو فريكوانسي اوسيليتور. هم قالوا طيب تعالى نعمل اوسيليتور ما يبقاش متوصل بحاجه ملوش صوت يعني مش متوصل باوتبوت. والاوسيليتور ده كل شغلته ان هو يحاول يبعت سيجنال ليها تردد معين يعني عدد لفات معين في الثانيه زي مثلا 4 لفات في الثانيه. فالصوت ده هيبقى مثلا ساين ويف تمام. هو ممكن يبقى اي حاجه تانية ممكن يبقى صوت ممكن يبقى حاجه هنتكلم في الشيبس دي حالا دلوقتي. بس الصوت ده زي مثلا صوت عمال يلف كده يتردد 4 مرات في الثانيه هيروح يقول مثلا الديتيون بتاعنا اللي هو ده هيقول له عايزك تلف 4 مرات عايزك يعني عايزك تسمع كلام عايزك تقلد حركه التردد بتاع الاوسيليتور اللي هو بيروح ويجي ده اللي هو 4 هرتز مثلا. فتعال نجرب الحكايه دي ونشوف هيحصل ايه. فالاف او ليه شكل. فالشكل ده عباره عن ايه مثلا الشكل الهرمي ده عباره عن صوت الالف او نفسه مش صوته بقى الكاركتر بتاعه اللي هو بيعمل ايه هو هيموديليت الصوت ازاي. يعني هو هيبتدي واطي خالص اي حاجه تحت كده خالص معناه ان هي زيرو بعد كده الصوت بيطلع يكتمل في الاخر خالص ده فول باور بتاعه فول فوليوم بتاعه وبعد كده بيأسند بيديسند تاني زي الهرم كده. لو جينا هنا عند الريت هنلاقي ان احنا ممكن نظبط الموضوع ده بدون بقى ما نوجع راسنا بالفريكوانسيز وكده ممكن نظبطه نوتة موسيقية. يعني هنا مثلا ربع نوتة فهو هيلف كل ربع نوتة. فتعال نشوف بس الفريكوانسيز الاول. احنا ممكن نغير هنا نقول نخليها لا بالهرتز فننزل هنا مثلا نقول له انا عايزها تبقى 4 هرتز وبعد كده ناخد الالف او ده. دي ميزة سيرم بقى ان هو سهل في الكلام ده. خدناه كده دراج لهم الاربع اسهم دول وديناهم عند الديتيون. هنلاحظ ان بقى فيه زي رنجايه كده كبيره حوالين النوب دي ودي معناها ان خلاص ده بقى اساين لده اللي فوق بقى اساين للدي تيون. لو وقفنا هنا هنلاقي اساين موديليتورز ال اف او 1 خلاص نتاكد ان ده اتعمل اهو. لو وقفت عليه كده تهوفر عليه هتلاقي ان مكتوب ان ده اساين لل اف او 1. طب ايه معنى الرنجايه الكبيره قوي دي؟ معناها ان هو هياخد المدى كله بتاع الدي تيون معناه ان هو هيدي تيون الاوسيليتور كله مش حته صغيره. يعني مثلا لو دوسنا هنا ودوسنا اي نوت هنا طبعا عشان دي 4 مرات في الثانيه ففيجولي مش باينه الصوت نوعا ما باين. طب عشان نصغر المدى ده نعمل ايه؟ عايزين نخلي مثلا يديتيون بس في حته صغيره قوي مش عايزين يديتيون قوي يعني يديتيون حته صغيره قوي. هنخش هنا عند الماتريكس ونقول له شايف المدى ده هيبقى كل الحاجات اللي اي حاجه لعبنا فيها اي حاجه بارامتر بتكلم بارامتر تاني وفي هنا بقى اوبشنز كتير وبتاع اماونت وبتاع بس احنا مهتمين دلوقتي بالاماونت ده ونقول له مثلا ايه لا خليها حاجه صغيره كده مثلا سي 14 فنلاقي الرنجه دي صغرت. ساعتها بقى ممكن اخد انا عايز الديتيون قوي لو وديته يمين خالص معناه ان انا بفرقهم قوي عن بعض طبعا صوت هيبقى نشاز لكن لو قربتهم عن بعض ادينا افكت حلو. طيب احنا الفريكوانسي دي اصلا قليل قوي ان احنا نسمعها فاحنا ممكن نعلي مثلا شويه فنحس نوعا ما بالموفمنت. يعني لو علينا قوي بقى خلاص الموضوع يبقى سريع جدا ان احنا نسمعه بس لو احنا علينا لو علينا واخدها جامد على حسب طبعا انت مدي تيون قد ايه يعني بس اديكوا شايفين كده بس هو بيلف بطريقه معينه عن طريق الهرتز وممكن حتى دي فيجولي بدات تبان اهو بدا يبقى فيه زي كيرسول كده بيلف بيوريك ان الصوت بيبتدي من هنا ويعلى من هنا كنوع انواع الموديليشن. يعني هنتكلم تاني في الالف او يعني بس تعالى نشرح بقى حاجه قبل كده كمان هنمسح ده خده خالص. عايزين نتكلم بقى في البيسك شيبس بقى اللي هو اختراع الانالوج سنتسايزر خالص عباره عن ايه. الاصوات لو جينا هنا مثلا قلنا له احنا عايزين اخترعنا بيسك شيبس يعني دي الاصوات اللي هي لو دوسنا كده على التيبل ده هنلاقي ان هو عمل لنا زي تيبل كده في اشكال الويفز والاشكال دي هي من اول ما اخترعوا الصوت لحد النهارده هي ثابته. كل الاصوات اللي في الدنيا سنتسايزر يعني معظمها بتطلع من البيسك شيبس دول. اول حاجه هو اشهر صوت خالص اللي هو الساين. والصوت الساين ده انترستنج جدا لان هو الساين ده الصوت الوحيد اللي ملوش هارمونكس. يعني لو دوست على اي نوت اللي هي 440 يبقى دي 440 فقط مفيش اي اضافات مفيش اي اوفر تونز عشان كده صوتها بيور وصوتها نوعا ما ناعم يعني على الودن ما فيهوش هارمونكس. بس لو عايزين هارمونكس ينفع طبعا نجنريت فيك هارمونكس او نجنريت هارمونكس بالعافيه ان احنا ناد ساتوريشن وكده بس ده مش ده موضوعنا دلوقتي. احنا ممكن بقى يعني مثلا الصوت ده لو جينا نلاحظ نلاقي الصوت ده في كليكه كده رخمه في الاول ليه؟ لان الاتاك بتاعنا زيرو زيرو دي مش منطقيه خالص عايزين نبعدها شويه. عايزين طبعا الصوت يلعب انستنت بس زيرو دي عشان هو ديجيتال ف بيسمع الكلام قوي يعني زيرو يعني زيرو فلازم نسمع كليكه وبرده عشان ريليز زيرو ممكن نخلي نبعد ريليس شويه كده عن بعض لحد ما الكلكه دي تروح فنعمل صوت
الصوت ده اكيد احنا سمعناه بيتعمل حتى كمان في البيز، اقرب حاجه لصوت البيز اللي بجد يعني. ده بالنسبه للساين ويف. خش بقى على الشيب اللي بعديه نلاقي ده سو ويف. طبعا الصوت ده برضو مشهور جدا بس ما بيبقاش كده يعني، ما بيبقاش ابربت كده قوي يعني. هنسمعه كتير بقى في الالكترونيك ميوزك الهاوس والترانس والكلام ده كله، بس طبعا يعني بيبقى انعم من كده شويه. هوريكم برضو نعمل بيسك باتشز منه دلوقتي يعني. طبعا صوت مشهور جدا بيتعمل منه بلاوي يعني. تالت حاجه عندنا ترانجل، عشان شكله شبه ترانجل بالظبط يعني. صوته مش حلو قوي زي السو، بس يعني هو موجود اهو. وبعد كده عندنا السكوير، ده برضو مشهور جدا. السو ده بيبقى صوته حاد جدا لان هو مفيش كيرفتشر خالص، فصوته شبه الرسمه يعني بالظبط. وده حاجه اسمها بلس ويت موديليشن، معناه ان ياخد نفس السكوير ده بس هنلعب في الويت بتاع شكل الويف نفسها، طلع صوت غريب كده شويه شبه السكوير بس يعني، اعتبره فاريشن منه يعني. وده صوت بقى بلس قوي بجد يعني، لان الويت نفسه عرض قوي، فده نوع تاني من انواع البلس ويت. وده يعني مش بيسك شيب، هو واحد بس، هو كفايه بس، هو يعني سيرم متوصى بيك يعني ومديك اتنين. وده زي سو ويف كده على ترينجل انفيرتد كده، شكله غريب شويه مش مهم قوي يعني، بس هما الاسين خالص اللي هما الساين سو ترينجل، ساعات بيبقى ليه استخدامات برضو، والسكوير طبعا، والبلس ويتس احيانا برضو لو عايز تعمل صوت فعلا صوته الكترونيك قوي يعني. بنعمل بقى بلاوي بكل معظم الاصوات اللي انت تسمعها بسنسيزر طالعه من دول، بس عشان بقى نخلي الصوت انترستنج لازم نهيئه عن كده. طبعا ممكن نعمل ده في حلقه تانية يعني، ممكن الحلقه اللي بعد كده نتكلم بقى ازاي نعمل اصوات انترستنج وبتاع، بس يعني ممكن للتجربه كده احنا لو خدنا صوت زي الساين، زي ما احنا قلنا احنا علينا الريليس شويه وعلينا الاتاك شويه عشان ما نسمعش كليك، بكل بساطة احنا ممكن مثلا نحط فلتر، نقول له احنا عايزين الفلتر ده يبقى على اوسيليتور ايه، احنا مشغلين اوسيليتور ايه بس. ممكن نشيل الهاي فريكونسيز منه، مع ان مفيش هاي فريكونسيز قوي، بس احنا ممكن نشيله في هاي فريكونسي برضه. ممكن نقول له عايزين اوسيليتور تاني يبقى سو بقى في نفس الوقت، بس ممكن السو ده يبقى اوكتاف اقل من ده يعني، ده بيتحكم في الاوكتاف، وندخله برضه على نفس الفلتر. ممكن نوطيه خالص، تلاقي طبعا في اي سينثايزر في صفحه كده بالذات الحاجات الجديده فيها افكتات يعني، مثلا ممكن تعمل ديلي فاهم، فانت ممكن تعمل مثلا اعمل صوت كده بسرعه خالص. ممكن نجيب صوت زي ده كده، نقفل بس الديلي ده الاول. ممكن نخلي الصوت ده مثلا هنفترض مثلا صوت زي ده، وهنخلي مثلا الريليز بتاعه الاتاك كويس. ممكن نلعب ممكن مثلا نحط فلتر، ممكن نعلي الريزونانس شوية ونعوض ان احنا نزود ده شوية. مع كده ممكن نحط ريفيرب وديلي نغير مكانهم. ممكن نحط مثلا ديلي بعديهم، ممكن نستفيد بالالف او اللي احنا لسه قايلين بيه ده، نقول له عايزين نتحرك ان احنا نعمل الف او للفلتر، ونقول له مثلا مش عايزين المدى ده كله، فممكن نبتدي من حته واطيه. شوف بقى الحلقة الجاية ممكن نعمل أصوات انترستنج ازاي، ونشوف بقى نكسبلور حاجات أكتر في السينثيسيز عموما يعني. أتمنى ان ده يكون انترودكشن حلو ليكوا للسينثيسايزر. شوفكوا بقى الحلقة الجاية.